حبوباتي كيراكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا نضحك نقول كاين اللي ما يبغيش نقول لهم حبوباتي، بس نقول لكم اني خمم كلمه واحده اخرى ما لقيتهاش. طب دائما عندي هذه المقدمه، حبوباتي كيراكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير بهذا الطون هذا. مهم اليوم نشد ندير الكيراتين كما راكم تشوفوا، شعرها ميدم قبل تاكل شوبه، ان شاء الله ما يكونش عندها الغاشي. نجيب الكيراتين معايا بزاف تطول اختي، الله يخلف عليك وكثر خيرك. الكوافير راه قاعد نمشي نغشيهم شويه بالكيراتين. كنت غير قاعده في المكازان، قاعده من هذه قاعده نمشي ندير الكيراتين. هذه بالك واحد 3 مو ولا بليس ما درتش الكيراتين، من الدفو عندي تخيب ينصف من تحت. الله بس نشوفو بوكلي ومتالي غد، كم عارفين يطول شعر الكيراتين من فايدة للشعر في بزاف فوائد. مهم بقاو معايا نشوف عندها لي كليونت لداخل. راه شي خدمنا وهم قاعدين قاعدة لي لي ماسك صندوق لا ماسك كما العادة. بارد سوق كيما سمعت. في شعري راه ميدم شعري، سبحان الله في الدسة كليت كالعين بطلع للسكر نحصل على بقري ومن ونمشى ونمشى. مرخيتي هذا مرة راني محتاجة. هاني شوفو لا غنسين عندي شوية مدرجة مخالية، فقلت لهم شوفو لي غير شوية فهاد الكراسي ماشي نتاعها هي، ومن بعد بدي ندير لي غير لا غاسي. باقي لي غير لانيك دوفو درناه نقعد نستنى نستنى نكوافى شعري. عيني يا رامي يحرقني ني في هنا هنا راه يحرقني بالدس الريحة تاع كراسي. المهم دوكا غادي نستنى واحد الكانز ولا واحد البان مينيت ايام ويدير لي ساشوار وبعد يدير لي لوفا. هذا هو
تشوفه قال لك خاص كل شعره هكا يدير 10. الا كان بروفيسيونيل علاش يدير 10؟ ما يكونش محتاج كيما اللي دار لي السشوار دخل الخبيه. انا جات السشوار يسلق يسلق كي يكون يعرف كيفاش يخدم ماشي بشغل يدير 10 خطرات. غير حنا في البلاد بقات فينا هذه الطبيعه كتقبل شعره خاص كتحس بيه 10 خطرات. الناس اللي مبتدئين انا غير هاك حدا كي ترطب شعره نحسه خفيف على راسي مش قال نحس بها على كي يكون هكا شويه خاصه الدواء نتاعه حس بيه راه ثقيل على ما كي غايه. ايوا قولوا لي مصحتي قولوا لي كيفاش جاكم من الكيراتين يا شارو خنا اوفاس ليا اشك تشكر دريم يا مول بنا بكير يا مول غير تشوفيا سلمك هنيت. باش كان دي جاكس çok güzel olmuş aşkım. Gerçekten ciddi olamazsın. Çok güzel olmuş. Yağmur. Güzel oldu mu saçların? Ma. Saba. Bırtı şuya. Bırtı. Dokun ilk akıra. Dokun. Saba. Tuhştiniş. Tuhştiniş. وحشتك وقلت لك ما قلت لكش على بناتك والله لا نسيتها نسيتها وسط ما سلمتيش كاع عليهم ما سلمتيش دوك يطلع احمد ها سلام كي راكم بنياتي خواتاتي حباباتي راكم غايه بلاك توحشتوني انا توحشتكم ايوا كي راكم دايرين راكم غايه هاي هاي هما تاني توحشوكي وسقصاو عليكي وقالوا لك شحال ما كش تباني. يا الله يسلم اللي سقص عليا الله يسلمه والله يحفظهم الله يطول في عمرهم. نتمنى البلاد نتاعنا الجزائر ان شاء الله يرفع علامها والبارح ربحنا 8-0 بالبركه علينا ما شاء الله علينا وكل شيء والله يجعل ربي يبعد علينا العدين والعين وان شاء الله يرفض علينا هذا المرض تاع الوباء وكل شيء ان شاء الله يا ربي الله يحفظكم ويحفظهم كاع. وراني دوك في الحانوت عند بنتي معايا درت الكيراتين خليتها هنايا اليوم خدمت بعد هي في بلاصتي اليوم قعدت في بلاصتي باعت واستفتحت وخير يا ربي. ايوا صاي راه خطر اليوم اللي تخدم معايا عندها ويكاند نقولها اسمها بروفيت بيان وهذا مكان شي درت شعري شعري راه قوى
مش راه قوة، راه شباب وراه خفيف. شوفوا واه دوكا نمشيو تا هو الحال نجيب صالحي ديك البطاطا نديها لبناتك ديها كنت شوف حبوباتي. المهم اختي هادشي ما على بالهاش بيه، بصح شحال من وحده شحال من وحده تقصيني سندوس الكراتين تاعك ما قصنتوش كيفاش داير سندوس هذا الكراتين اللي ندير هاد الكراتين اللي ندير زدت لي اختي مانيش نشري هنايا مصطفي اللي درت لي على خاطر تولفت هاد لا مارك كيما شفتوني درت غير لا غاسيل من هنايا لهنا ما درتش كاع شعري هذا اللي من تحت ما راه شويه نقطه تاع كيراتين كان غير هكا ويمشط لي حتى لتحت هذا ما كان غير يدير لي غير لا غاسيل على خاطر غير لا غاسيل اللي طاحت على بها يقعد لي بزاف الكيراتين. حاجه وحده اخرى بغيت نقولها لكم من الفيديو كي نبارطاجيه مش عارفه لليوم ولا غدا ولا مش عارفه كي نكون فاضيه راني نبارطاجي لكم هذا الفيديو كي نبارطاجيه من هذا الوقت اختي كي تمشيو عندها اللي باغي يدير لك الكيراتين راها دايره بروموسيون تختي ما على بالهاش. المهم راه دوك نقولها على خاطري انا يدي لكم بروموسيون ان سيمان عندكم سيمانه بروموسيون كاع اللي تبغي دير كيراتين عندها شحال نقولوا من بعد ما تقللليش ما ديرليش قلال ثماني مسقسيتها ما والو نقول لكم 30% انا حشمانه نقول لكم 50% خاف تجري ورايا. المهم واللي ما عندهاش تعاونه ولا اللي زيتيديون ولا اللي يقرا نقول لهم تعاونه في سبيل الله هذه من عندي انايا ولا انايا نزيد لهم انا وياها نتفاهم. المهم اي وحده باغيه دير الكيراتين تسكو في تلمسان لادغاس ولا نخلي لكم النيميرو التليفون تاعها في صندوق الوصف. اي وحده باغيه دير الكيراتين شوفوا هذا كي ديريه خطره اي وكان حتى اي وحده مره الاولى ماشي دير الكيراتين مره الاولى ديره كاع مره الزوجه والثالثه تقدر مره الزوجه تنجم عاود ديره كاع الثالثه والرابعه تقدر دير غير لاغاسين ان هذا الشعر صاي تعرفوكم شفتوني خطا اللي فات مشيت درته هويفي ما جيت نوصل للدار قال لي متاكده راجلي بلي مشيت عند الكوافير حشمت ولا كاتاستروف ما عندها حتى فورم على خاطر ماشي يقدر يقبض لي الويفي انا نبغي ندير الويفي صح ماشي يقبضني تالمو راني ندير وندير وندير راني كل 3 موا ندير كل 3 ما نستناش 6 اشهر ولا يمشي لي كاع الكراتين ومن بعد ندير لا غير 2 موا 3 موا ندير طول لكم الشعر انا شحال مخطر تقولوا لي في الانستغرام صندوق شعرك يبري وسنت اتيليزي اختي اتيليزي لها انا غير لي سيرام اللي عندي في الدار ونتيليزي لها الكراتين هذا ما كان الكراتين كما قال لك بال كي تشوف شعري شويه هو تصايب تايت بكره وتبان لي سورتو هنايا بهاد التوال هنايا هذا اللي يبان لي فيه كثر انا ديريكت جاري يسكوني قدامي نقول له هذه لي الكيراتين كل ما ديجا نلقاها بسقطه بالله مخليتها هنايا في الحانوت على خاطر كل ما نكون فاضيه ما على باليش نكون فاضيه كي نكون فاضيه نرفض غير قرعتي ونمشي لعندها اللي ماكش كاع دايره نمشي كي لقيت ماما هنايا في الحانوت وكاع اي قلت انا راني غير قاعده هي راه قاعده في بلاصتي نمشي مشيت درت الكراتين ومشيت. المهم نقولها لكم بروموسيون اللي ما عندهاش عاونه في سبيل الله وهذا مكان هذا الكراتين الى عندك صباغه صبغه شعرك عندك اون سيمان مور ديريه والى باغ اكزومبل باغي ديري لي ماش ولا ديريه ومن بعد ديري لي ماش على خاطر الى وصباغه ثاني ننصحكم باغ اكزومبل انايا مازال ما صبغتهاش كما تشوفوها هو درا عندي شويه شيبات شوفوهم شويه شيبات هذوك الشيبات قلت ندير الكيراتين ومن بعد نصبغ شعري على خاطر الى صبغته ودرت الكيراتين الشعر يتاكلاغ صافي سورتو الى شفتي شعرك حمر صفر شعري شويه يتاكلاغ صافي انا وكان درتها باغ اكزومبل ندير الكحل ومشيت درت هاد السيمانه درت الكيراتين شعري ولي بدل الماغون الاحمر في السمش اللي شعره كحل يفهمني كثر هذا هي اللي بغيت نقول لك سي بوغ سا دائما نفضل ندير الكيراتين هو الاول وسيمانه مور نصبغها كيف ما يادي شعر ما شعر ما يطرطق لك ما والو تمشي لابيسين كي تشوفون انا نمشي لابيسين نمشي لابيسين عادي نمشي ندخل الكلور وكاع الكيراتين ما يروحليش نمشي للبحر ثاني الكيراتين ما يروحليش على خاطر كاين بزاف اللي تقول لك الكيراتين ما خرجليش تمشي للبحر تمشي هذاك الكيراتين اللي تكوني دايرته سا ديبون كالمارك كاين اللي كي تدخلي للبحر يمشي كاين اللي تدخلي كي تصبغي شعرك يمشي كاين اللي كي تدخلي لابيسين ويشم ريحه الكلور يمشي كل واحد وكيفاش هذا اللي ديره خصي روحي به لابيسين روحي تعومي به صبغي شعرك مقبل ولا مر ما يقدر لكش كاع واسم هي عندك اون سيمان افون ولا اون سيمان ابخي وننصحكم باش تصبغوا شعركم اون سيمان ابخي هشام هايدي ماما ثاني ديره انت ثاني ديري كيراتين ليه ما ديريش
قلت لك علاش نفضحها وزن فيها كيراتين نقولها كيراتين. اليوم نهار اليوم نوجد راسي وزن فيها فيها والو لين الكيراتين. انا ندير الكيراتين عادي مش بروبلام. هي زعما محتاجبه ما بغيش نخزن نفضح اسرار شعرها اسرار تحت الحجاب. لعندك لي زين راحه يزين راحه لي مش مشروطه ندير الكيراتين نكون متبرجه. قدر تكوني تحت الجبهه وديري ديري راسك كيف في الدار كي بالحجاب ولا كي ديريه لراجلك. راجلك يكون في الدار يكون شعرك شعرك طالع للسما مش بخيف. انايا نبغي نسقد انا بلا راجلين نبغي نسقد انايا حتى ما عنديش راجلين نسقد انا ما عنديش بروبلام. نبغي روحي عندي ديك حب النفس تبعك. لا اكبر الحق هو دار يقدم بحي. قولي لهم باي باي قول لهم كيراكم مشتوش باي باي كيراكم لاباس. كلكم غايه هادو اللي محتاجوش الكيراتين بناتي اللي محتاجوش كيراتين شعرهم مرطب. المهم حبوباتي غادي نخلي لكم النيميرو تاع اختي نخليه لكم في صندوق الوصف. اسم اختي اسمها نبيله واسم الحانوت ماما نقصيلا خطرني نهضر. قلت لكم حبوباتي باش ما نطولش عليكم اختنا باغي نبلعوا. قلت لكم اختي حاله في باب وهران غادي كي نعيط ندير لكم النيميرو تاعها في صندوق الوصف ثم عيطوا لها هي وهي تنعاد لكم. صح هذه في تلمسان باش وحده تكون في وهران ولا مش عارفه وين. اختي عندها حانوتها صالون دي كوافور صالون دي كوافور في باب وهران في تلمسان في سونتر فيل. هذا ما كان نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه نبغيكم موت عليكم ربي يخليكم ليا وتبقوا على خير. باي باي روح تمام باي باي. شوفوا شو جاي في الكراسي شو راه خارجه دخليها هكا دخليها هكا ها شوفي شتي انا باي باي يا تقعدوا لي بخير يا باي باي تبقوا على خير. احنا كي ايل ما احنا كي ايل اي والال. يلا باي باي. شوفوا هذه شبهه الباعه بو طويل. يا باي باي مع السلامة باي باي على خير.